منتابع معكم مشاهدينا لقاءاتنا من يوم جديد، كل اللي بينطروا الكوتش جان خوري مدرب علاقات. اليوم رح يحكي عن موضوع كيف ممكن نتأكد انه نحن بعلاقة جيدة بعد علاقة عاطفية فاشلة مرقنا فيها. صباح الخير كوتش، اهلا صباح وسهلا النور، فيك. كيفك؟ بداية، لما بدنا نكون ظاهرين من علاقة، خاصة إذا كانت علاقة قوية، بيقولوا إنه في ترانزيشن، يعني الشخص اللي بيجي ورا هالعلاقة ممكن يكون كبش محرقة، هل هالشي صحيح ولا مش مزبوط ضروري؟ مزبوط، وهذا اللي بدي أحكي عنه هلأ. اليوم نحن بس نترك أيام، في أشخاص بيترك علاقة بيقولوا إنه ما بينسي المرأة إلا مرأة، أو بينسي الرجال إلا الرجال، وهذا شيء كتير خاطئ. غلط، لأنه أنا بس أعمل هيك بسموها ريباوند، بس اعمل ريباوند ريليشن شيب، يعني بنتقل من واحد لواحد دغري من دون ما اكون انا بعد قطعت بمراحل حكى عنها هلا. دغري ببلش قارن بين الشخص اللي معي حاليا والشخص القديم، والشخص القديم يلي قطع معي انا وياه فتره طويله وتعودت عليه اكيد حيربح لو الشخص الثاني كان منيح، وبكون انانيه مني اني اقول بدي الشخص الثاني هو يشفيني او هو يخليني انسى الشخص اللي كنت معه، لانه مش شغلته لا يعالجني ولا شغلته ينسيني ولا شغلته يفوت على علاقه وانا اوريدي في عندي كثير اعباء وكثير اشياء عم بتذكرها من الماضي مأثرة علي. فمن الطبيعي انه لازم ناخذ وقتنا ونكون شفينا من العلاقه قبل ما نفوت بالعلاقه الجديده. كاركتر عن كاركتر بيفرق، يعني نحن دائما منقارن ولا لا؟ في اشخاص بكبوا كل شيء صار معهم حتى لو كان كثير سلبي وبيرجعوا ببلشوا علاقه جديده، ولا ما فينا الا منقارن؟ كلنا من اكثريتنا منقارن، والسبب انه انا بس اترك مع حدا معين بيكون في اشياء زعجتني مع هالشخص، وحتى لو هو تركني بس بيكون في اشياء زعجتني وهي بتذكرها حتى جرب انسى. بس فوت بعلاقه ثانيه دغري بركز على هون النقاط، بشوف حدا عنده عكسهم فبنبسط فيهم، بنبسط بهول الشغلتين ثلاثه، بس ما بركز على الاشياء الثانيه كثير المنيحه اللي كانت مع الشخص الاول، بس بركز على الشيء السيء. مع الوقت بعد شهر شهرين بتعود على الشيء المنيح وببلش ركز على الاشياء اللي ما كنت منتبه لها، هون بترجع بتفشل العلاقه، لانه انا بكون مني ما فتت بعلاقه مزبوطة، ما قطعت بالمراحل لازم اقطع فيها حتى اكون صرت ريدي اني افوت بعلاقه جديده. اوكي، 8 نقاط رح تحكينا عنهم كوتش حتى نعرف حالنا اذا نحن اون ذا رايت باث ولا لا. مزبوط، اول نقطه رح احكي عنها هي انه هن من اسئله رح اسالهم، اذا بنجاوب على الثمانيه بنعم يعني انا بكون جاهز فوت بعلاقه جديده، اذا ما بجاوب عليهم نعم يعني انا ماني جاهز. اول نقطه هي انه هل انا شفيت من العلاقه الاخيره؟ هون في شغله على طول رح نحكي فيها انه واحد بده ينسى، ما فينا ننسى، ما حدا في ينسى الاكس تبعه ينسى الماضي، مش مطلوب انه ننسى، انا ما في امحي فتره من حياتي بدي اشفى منها. كيف يعني؟ انا حاتذكر هالشخص، حاتذكر المطعم اللي كنا فيه، حاتذكر وين كنا نجي وين كنا نروح، الموسيقى، كل شيء حاتذكره. المهم هالشيء ما ياثر علي، ما يزعجني، طول ما هالشيء عم بيضايقني يعني انا بعدني ما شفيت من الشخص، يعني انا بعدني ماني جاهز فوت بعلاقه جديده، انه ما بدي احمل الشخص الجديد عبائي. فمش غلط نتذكر، وكلنا بنتذكر وما حدا في ما يتذكر، بس المهم لما اتذكر هذا الشخص ما ياثر علي بشكل سلبي، ما انزعج، ما اتضايق، ما ابكي، ما احس انه ليش راح وين هو. فبهالطريقه بقدر انا اكون اول جواب، اذا جاوبت عليه ايه يعني انا فيي انتقل على علاقه جديده. طيب كوتش، اذا قلت انا بكره هيدا الشخص يعني بعد في شيء له، لازم يكون نيوترال، يعني شو ما صار انا ما بهمني. اوكي، الحب او الكراهيه لهم ذات النتيجه، ذات المفعول، لانه اثنيناتهم بين هالشخص بعده مأثر على مشاعري. اذا انا بكرهه لاني مقهور منه، لاني زعلان، يعني بعده مأثر علي. فان كنت بحبه او ان كنت بكرهه، هو فعليا ما بكرهه، هو بكون انا زعلان منه، مزعوج منه وكرهانه لانه تركني. اوكي، فبالحالتين نتيجه ذاتها هذا الشخص هو مسيطر على مشاعري وما بكون جاهز. لحتى اكون جاهز بقلتي لازم يكون انا ما عم بحس بشيء، عم بتمنى له الخير بس بعيد عني. تاني نقطة هي اني كون تعلمت من التجربة السابقة، يعني انا بس اترك علاقة لازم اتعلم منها. شو يعني اتعلم؟ يعني كل شيء سيء صار بهالعلاقة جرب ما ارجع اعيده بالعلاقة الثانية، وكل شيء منيح اني اعيده بالعلاقه الجديده، يعني الاشياء اللي كنت انبسط فيها بعيدها، والاشياء اللي كنت ضايقني ما ارجع اعيدها، بهالطريقه بكون تعلمت. وحتى الواحد يوصل لعلاقه مثاليه لازم يقطع بكذا علاقه. هون مثلا كمان كثير بعطي نصيحه للصبايا،
مش دغري يتجوزوا على الزغر. شخص بيكون تعرفوا عليه على الزغر دغري بيتجوزوه، انه خاصه في كثير اشخاص بيقولوا لي انه ما هو فات على البيت وهو شيرين. مش مهم هو يفوت على البيت، مهم يكون خارج يفوت على البيت. بدك انت تشوف هالشخص بيستاهل فوته على البيت او لا. اوكي، فكتير مهم نعرف نحن انه مش انه اذا هو قبل فيي انا بدي احكي معه، لازم انا اقبل فيه. طيب هون كوتش، في كتير اشخاص يعني مثلا بيكونوا بعلاقه توكسيك، دائما بيعنفها لفظيا ودائما منه منيح معها، بترجع اوقات بتطلق وبترجع بتحكي مع شخص كتير عنده نفس التريتس، ما تعلمت اكيد، بس ليش عم تجذب لها الاشخاص يلي عندهم هيدا الكاركتر يلي هو مؤذي او معنف؟ شو بيكون هون حالتها؟ هون بتعرفي الدماغ او حالته يعني الدماغ تبع انسان دغري بيروح على شيء معود عليه. يعني اذا انت طلع على البيت بتروح على بيتك بتسوق السياره بتلاقي حالك وصلت ما عرفتي كيف على البيت، هو دماغك لحاله بيوصلك على شيء معود عليه. فنحن على طول بنجذب للاشخاص المعودين لهم، يعني هذا الشخص هي معود على هذا الكاركتر، اول شيء بتفكر فيه انه تلاقي حدا بيشبهه. لا، لو هي مش حبته بس خلص راس يعني عقله معود على هذا النوع من الاشخاص. ايام كثير حتى مش بس الاصحاب، يعني حتى بيكون بتنقي حدا مثل بيا، بيكون بيا منه منيح، بيسكر بيلعب قمار مثلا بحشش الى اخره، بتروح بتحكي مع شخص عنده ذات المواصفات مع انها بتكرهها، بس لانه هي معوده على هذا الكاركتر. راسا لحاله هو بيروح بنقي هالشخص. ثالث سؤال بنساله تنعرف حالنا اذا نحن جاهزين تو موف بالعلاقه. ثالث سؤال هو اذا انا مستعد اني افرض شروطي او احط الباوندريز تبعي بالعلاقه، يعني انا بفوت بعلاقه جديده بدي اكون عارف حالي شو الشروط اللي بدي اياها. يعني انا مثلا تفترض اذا بنت بدها تفوت بعلاقه بتقول له للشاب انا مثلا ما مش ممكن اعمل معك علاقه جنسيه قبل فتره معينه، مش ممكن مثلا انا تفوت عند اهلي الا فتره معينه، اذا بدك تحكي معي بدك تكون انت شخص كريم، بدك تكون تحترمني، تحترم لي شغلي، تحترم لي تطوري، بدك تساعدني حتى انا حسن حالي بالحياه. يعني هول في شروط بدك تكون الواحد الشاب او البنت عارفين حالهم شو بدهم، وهالاشياء لازم نحكيها مع الشريك ونساله هو كمان شو بده، حتى نعرف اعرف هالشخص اللي معي شو كيف بحب انه ينحب، كيف بحب انه يتعامل، وبدي انا اعلمه ذات الشيء. يعني اليوم واحد بده سوري على المثل بس واحد بده يشتري سياره بحط براسه ولا بده يجيب فور ويل، بده يجيب سياره سبور، بده يجيبها سوداء فتحه بالسقف، بده اوكي بيعرف حاله شو بده. طب انت فايت بعلاقه، ما فيك تفوت بعلاقه ومش عارف حالك شو المواصفات اللي بدك اياها من الشخص، المواصفات اللي بدك اياها شو قلتها اللي الشروط اللي بتحطها بالعلاقه. فلازم نعرف حالنا احنا شو الشروط اللي بدنا نحطها لتنجح العلاقه، وزيت الشيء نطلبها من الشريك. اذا انا عارف حالي شو بدي، هذه كمان نقطه من النقاط اللي بدي احكي فيها مع شريكي حتى في فوت بعلاقه جديده. اذا ما فينا نغير حدا، يعني اذا عنده تريتس نحن ما بدنا اياها ما فينا نغيره، يعني نحن بالعلاقه الخاطئه بغيره. اوكي بغيره يعني كله يعني اذا هالشخص انا عندي مثلا انا عندي 10 شروط، حكيت مع شخص طرفت لي اول ديت ثاني ديت وخبرته انا شو بدي، من العشره هو اجى يامن لي سبعه اوكي بعطيه شانس. اذا اما ثلاثه ما بضيع وقتي، لانه انا بكون هالشخص بدي اذا هالشخص كمل معه هول النقاط اللي هو ما التزم فيها معي حتكون هي السبب انا وياه نترك بعد فتره. أوكي. لانه ولا ممكن يتغير بس لا بعد فتره حنترك. رابع سؤال، رابع هي هل بعرف صفات الشريك اللي بدي احكي معه؟ يعني اليوم في كثير اشخاص اوكي انا بدي احكي مع حدا، طب عارف حالك شو بدك منه؟ شو مثلا بقدر شو بده يكون طوله شكله شو قديش بس قديش ثقافته كيف بيتصرف كيف بيحكي مع العالم مين اهله مين اصحابه كيف بياكل، يعني حتى براسك فكره صفات الشخص اللي بدك اياه. اذا مش حاطه صفات الشخص اللي بدك اياه كمان عم تفوتي بعلاقه وعم تكتشفي جوا. اذا انا قبل فوت يعني قبل ما بلش بعلاقه لازم اكون عارف حالي شو بدي، شو الصفات اللي بدي اياها من الشخص بدي احكي معه، بدي يكون في احسن اكتبها على ورقه. يعني كثير مهم اني على ورقه انا اكتب 10 صفات بدي اياها، 10 صفات بدي اياها، وبس اتعرف على حدا دغري بشوف هالشخص بيتناسب مع الاشي انا حاططها. اذا اكثريه الاجوبه ايه بعطيه شانس بتمنى، اذا اكثر الاجوبه لا ما بعطيه شانس، بدي اعرف كمان شو بدي. يعني اذا مثلا في اشخاص مثلا اليوم بتقول لي انه انا معي مسقفه معي شهادات عاليه عم بحكي مع شخص ما عنده ثقافه بتنجح عليها؟ اكيد لا، عليها ما حتنجح، في احتمال كثير كبير فشل. بس الاساس ما انت اذا انت حدا عنده شهادات عاليه لازم تنقي حدا يكون بيشبهك.
اذا من الاساس ما حاطه بدراسك مش عارفه شو بدك تنقي، اول حدا حيجي يسمعك كلمتين حلوين، حيجي عينك شوي صغيره منيح كذا، حتعطيه شانس. بس هو منه مناسب من الاساس، فلازم نكون عارفين احنا حالنا شو بدنا، كيف بدنا مواصفات الشريك، وبس نعرفها وعلى طول نركز عليها باللو اوف اتراكشن بنجذبها لعنا. يعني بتخليني ركز على هيدا الانواع من العالم، وبصير اعرف حالي وين بدي اروح. اذا انا اليوم مثلا بدي احكي مع بنت، حاط بس بدي بنت لاتجوزها، اوكي؟ الصفات اللي بدي اياها بحطها براسي، طيب هيدي البنت وين موجوده؟ وين بتتواجد؟ بالكنيسه، بجمعيه خيريه، بحزب سياسي، اوكي؟ بدي احط حالي بهيدا المحل حتى الاقي حدا بهالمواصفات. ما في اترك العمليه انه يلا انا وبالبيت وبس تجي تجي. لا، بدي انا اشتغل شوي حتى افتش على الشخص اللي عنده المواصفات اللي انا بدي اياها، وين موجود؟ وبحط حالي هونيك، بس روح على هالمحل حلاقي كذا حدا عنده هالمواصفات، ساعتها بنقي شخص من كذا شخص مواصفاتهم بتتناسب مع اللي انا بدي اياه. يعني هيدي مش عم بلاقي ومش رح لاقي ومش موجود اللي بدي اياه، او مش موجوده الصبيه اللي بدي اياها، مش منا شغله صحيحه. في 7 مليار انسان بالعالم، يعني نحن ما عم نجرب نشوف. اذا انا قاعد ببيتي ما عم بطلع من البيت، بقضيها على الانترنت وعلى الانستغرام وفيسبوك، كيف بدي احكي مع حدا؟ يعني كيف بدي اعرف هالشخص المناسب؟ في شغله كثير مهمه، لازم نحن نظهر، ما نقعد بالبيت. يعني انا اذا بدي اليوم اتعرف على حدا جديد، لازم على طول اظهر من البيت، روح على اماكن فيها عالم، وين ما كان في اتعرف على حدا. بس بدي اروح على محل قلت بتواجد فيه الناس اللي انا بدي اكون معهم، اوكي؟ ما ضلني بالبيت الا اذا كنت مجبور ضلني بالبيت. اذا في اظهر اظهر، ما انه يعني في ناس بيقولوا اذا في شيء بظهر، لا، ركب شيء، ركب مشروع وبظهر كل يوم وتتعرف على ناس جديد، وخاصة إذا كنت سنجل، يعني إذا واحد بده يفوت بعلاقة جديدة. أوكي. خمسة صرنا؟ إيه، الخمسة هل بتعرف قيمتك؟ كثير مهم واحد يعرف قيمته. يعني أنا اليوم أنا مش الشخص اللي معي. أنا إيه، الشخص أوكي. أنا بدي فوت بعلاقة اليوم، بدي أعرف أنا قيمتي. شو يعني أعرف قيمتي؟ يعني أنا اليوم إذا أنا شخص مقدر حالي بطريقة مش منيحة، معتبر حالي فاشل، معتبر حالي انه انا شخص مني ما عندي الكاريزما، ما عندي الشكل الكافي، الشكل الحلو، ومقتنع فيهم هول الاخبار، رح دغري نقي شريك بيشبه الصفات يلي حاطها لحالي. لانه أو اوكي هيدا حيقبل فيي، حارفض حالي، ما حيلا حدا مرتب، حيلا حدا احسن، حروح على الشريك يلي بيشبه نظرتي لحالي، نظرتي الخاطئه لحالي. فهون انا اذا انا كانت نظرتي لحالي نظره مش منيحه، يعني انا هون لازم اشتغل على حالي، لازم اطور حالي على صعيد الشكل، على صعيد الترتيب، على صعيد الثقافه، على صعيد العلم، على صعيد الاصحاب الجديد، على صعيد السيركل تبعي بدي غيره اذا كان السيركل تبعي منه منيح. فلازم اشتغل على حالي قبل ما افوت بعلاقه، حتى اعلي الفاليو، اعلي قيمتي، وبس اعلي الفاليو تبعي بصير في فوت بعلاقه مع حدا عنده فاليو اعلى. مش لانه هو حاعجب فيه، انه انا حصدق انه في يكون معه. اذا انا ماني قابض حالي جد، ما رح صدق انه في يكون مع حدا شايفه اهم مني. مشان هيك لازم انا كمان اعرف قيمتي، واعرف شو فيي اقدم للعلاقه. لانه انا اليوم بس احكي مع حدا دغري بفكر انه اف هيدي فتاه احلامي، هيدي البنت بتجنن، اوكي برافو، بس ما انا كمان فتاه احلامها، وانا كمان بالنسبه لها حدا بجنن. وقال لها هي ما كانت عم تطلع كل يوم وتزبط حالها وتحط ميك اب وتلبس وكذا تجي تشوفني، ما بتضيع وقتها. اوكي، بعد عنا 3 نقاط نحكي عنهم، وهون كمان بدي اسالك كوتش قبل ما نطلع على الهوا، كنت عم بتقول انه ما حدا بيقيم حاله بنفس القيمه يلي هو موجوده عنده، انا مفكره العكس، المغرور بالعكس بيكون شايف حاله مطرح الله وهو ما عنده شيء، مش دائما بتكون هاي الحاله صح؟ المغرور بيكون عارف حاله انه هو ما يعني بيكون عم بيمثل، بيكون عم بيتصنع اذا بدك، عم بيتصنع انه هو حدا مهم او حدا، بس هو بيكون عارف حاله من جوا. نحن ليش بنقيم حالنا اقل مما الناس بيشوفونا؟ لانه نحن بنعرف اغلاطنا، بنعرف شو عندنا نقاط ضعف، بنعرف شو عندنا سيئات، هول الناس ما بيعرفونا. انا عم فرجي الناس الاشياء يلي هن اللي انا بدي فرجيهم اياها، هن عم بيشوفوا الشيء انا بدي فرجيهم اياه، بينما انا بعرف شو عندي اغلاط، بعرف شو عندي نقاط ضعف، كرمال هيك انا بتكون بحط نقطة لحالي اوطى من النقطة اللي بحطوها الناس لإلي، بتكون مقيم حالي اقل مما الناس بتقيمني. وهذا الشيء كمان لازم نشتغل أكيد عليه. اكيد اكيد. بعد عندنا 3 نقاط. يا النقطة السابعة هي انه هل انا سوري النقطة الستة. ستة. ايه، هل انا بحب حالي؟
بحب حالي، لازم انا احب حالي انفض بعلاقه، اذا انا ما حبيت حالي ما راح فيي حب حدا ثاني. وحب حالي يعني انه انا ما اسمح حدا ياذيني مثل ما انا ما بسمح حدا ياذي حدا بحبه. اذا انا اليوم تنفترض اختي او خيي او حدا من عائلتي بحبه كثير وحدا غلط معه بدافع عنه، بروح بقول له اتركه وما تخلي ما تضلك معه، بس اذا هالشيء صار معي ما بحكي مع حالي ذات الشيء، بحكي مع حالي انه معلش شيء بكره بتغير، بصير اعطي اعذار. اذا بحب حالي مزبوط ما بعطي اعذار للشخص الثاني انه هو يهيني، انه هو يكون ناجس معي، انه هو يكون شخص عم بيأثر سلبا على حياتي. فكثير مهم انه انا كمان اعرف حب حالي حتى خلي الشخص الثاني يحبني، ومثل ما انا بحب حالي وبفرجيه بعلمه يحبني. حاعطيك مثل سريع، اذا انا اليوم دقيت لبنت قلت لها وين انا عم بتغدى بمطعم غالي كثير اوكي، وانا بدي اعزمها على العشاء، بدي اعزمها على مطعم بمستوى اللي كانت هي فيه. ليش؟ لانه علمتني كيف بدي اعملها، هي بتحب حالها، علمتني اني احبها مثل ما هي بتحب حالها. فهذا مثل، لما انا احب حالي بعلم الشخص الثاني انه هو كمان يحبني. النقطه السابعه ان هي هل انا مستعد اني اقدم تنازلات انا وشريكي كرمال نجح علاقه؟ لازم اثنيناتنا ننزل نعمل تنازلات كرمال نجح علاقه، مش واحد لحاله، اذا واحد لحاله تنازل غلط، لازم اثنين. ونقطة الأخيرة هي بدي أكون صريح مع الشريك بشو نوع العلاقة اللي بدي إياها. إذا أنا فوت بعلاقة بدي أقول له أنا بدي أتجوز، أنا بدي صاحب، أنا بدي أتسلى، أنا بدي بس كرمال نظهر ونشم هوا، بدي أكون صريح معه، ما كذب للشخص الثاني أنا معه، قل له شو بده، إذا هو قبلان معي بنفوت، إذا كل واحد منا عنده هدف مختلف، هذا الشيء كمان بفشل العلاقة. فإذا هدول الثمان نقاط يلي لازم نجاوب عليهم، إذا جاوبنا كلهم يس بنعم او الاكتريه بنكون جاهزين، بنعم بكل حاجه جاهزين نفوت بعلاقه. اذا كانت اكتريه الاجوبه لا، يعني انا ماني جاهز بعد نفوت بعلاقه، لازم اشتغل عليهم، اشتغل على كل نقطه اللي هي لا حدا خليها تصير ايه. يعني ابدا ما خصوا الوقت، في كثير بيقول صار لي 5 سنين وصار لي 6 سنين مش فايت بعلاقه جديه، ما خص نجاوب على هالاسئله. اللي هي اللي هو الوقت، حتى الواحد بيقول انا بدي اشفى مع العلاقه اللي قبل، اكثر شيء بدهم وقت. هو القرار احنا بناخده، انا في تاخذ عمليه معي شهر، في تاخذ معي 5 سنين، انا بقدر. في اشخاص بيحبوا يتذكروا، بيحبوا يزعلوا، بيحبوا يسمعوا اغاني حزينه كرمال يحن. اذا انا بدي اروح على هذا المجال ايه رح ضلني، رح تمد معي العمليه. اذا بشتغل على حالي وطور حالي انه خلص انا بدي اطلع من هالعلاقه، خلال شهر 3 جمعة لشهر بيكون الشخص طالع منه. اوكي ميرسي كوتش، بنشوفك الاسبوع الجاي ان شاء الله مع مواضيع جديده. مشاهدينا بريك صغير وبنرجع لكم حتى نتابع لقاء جديد مع سحر. We'll be right back.